السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي في فيديو جديد. الفيديو ده عبارة عن حل البوكلت الرابع كيمياء من كتاب الموسوعة. نشوف بقى أول سؤال: عدد العناصر الانتقالية الرئيسية في المجموعة الثامنة. طبعا المجموعة الثامنة دي عبارة عن 3 أعمدة رأسية وعبارة عن 4 دورات أفقية، إذن عددها 12 عنصر. تمام كده، يبقى عدد العناصر الانتقالية في المجموعة الثامنة 12 عنصر. بالنسبة بقى لإيه؟ لعدد العناصر الانتقالية الرئيسية في الجدول الدوري. طب في الجدول الدوري عدد العناصر الانتقالية الرئيسية 36 عنصر. طيب 12 على 36 هتطلع بتلت، لأن 12 في 3 بتساوي 36، يبقى إذن 12 على 36 هتساوي تلت. السؤال الثاني: عينتان متساويتان في الكتلة من الصلب والتيتانيوم، أيهما أكبر حجما وما النتائج المترتبة على ذلك؟ لازم تعرفوا أن التيتانيوم خواصه أصلا متشابهة مع الصلب، ولكن التيتانيوم بيبقى أقل كثافة من الصلب. طيب نرجع لهنا، ان الكثافة كانت بتساوي الكتلة على الحجم. طب الكتلة متساوية، يعني كتلة الصلب وكتلة التيتانيوم الاتنين متساويين، ولكن كثافة التيتانيوم اقل، يبقى الحجم اكبر، لان بين الكثافة والحجم علاقة عكسية. تاني، الصلب والتيتانيوم الكتلة واحدة، التيتانيوم كثافته اقل يبقى حجمه اكبر. 3- يحدث التفاعل التالي لأيون مركبات عناصر المجموعة نقط الموجودة في الطبيعة. طيب ام موجب دي طبعا حالة التأكسد اللي هي موجب واحد، فحالة التأكسد دي موجب واحد مثلا بتبقى موجودة زي عنصر النحاس اللي هي عناصر المجموعة 1B اللي بنسميها ايه، عناصر العملة. يبقى إذن عناصر المجموعة 1B اللي هي عناصر العملة بيبقى ليها حالة التأكسد موجب واحد. السؤال الرابع: يمكن تفريغ شحنة الأيون M موجب 7 لمركبات عنصر مجموعة رئيسية، طبعا ده المنجنيز، فمركبات عنصر مجموعة رئيسية 7B. 5- تزداد أقصى حالة تأكسد بزيادة العدد الذري من عنصر نقط حتى عنصر. طبعا حالة التأكسد من اليسار إلى اليمين، اللي من المجموعة 3B الى المجموعة 7B اللي هو من الاسكانديوم لحد المنجنيز بتزيد، اذن دال. والجدول الدوري هو من الاسكانديوم لحد المنجنيز اللي هي المجموعة 3B لحد 7B، حالة التأكسد او عدد التأكسد بيزيد. من الحديد لحد الخرسين حالة التأكسد بتقل، طبعا بسبب ان زيادة عدد الالكترونات المزدوجة في اوربيتالات 3D. طيب بعد كده نموذج. سؤال السادس: أي من الترتيبات التالية يعبر تعبير صحيح عن عنصر غير انتقالي؟ طيب يعني هو عايز عنصر غير انتقالي بيبقى موجود في السلسلة الانتقالية، أي سلسلة بقى، سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. طبعا هما بيبقوا آخر السلسلة من ناحية اليمين، يعني بيبقوا أقصى يمين السلسلة. إذن هتختاروا الاختيار ألف أو دال، نشوف بقى أنهي اختيار فيهم، يعني هو مكانهم بيبقى أقصى يمين السلسلة. طيب هل بيستخدموا في سبائك العملات المعدنية؟ لا طبعا، ده مثلا زي عنصر النحاس والذهب وهكذا، لكن اللي بيستخدم بقى في جلفنة المعادن هو عنصر الخرسين، فتبقى الإجابة دي اللي هي صحيحة. وبرضو عنصر الخرسين عدده الذري 30 وتوزيعه كده 2 8 18 2، لو عديته دول هتلاقوا ان كده العدد الذري 30، يبقى اذا ده عنصر الخرسين. طيب يبقى انتوا هتجاوبوها ازاي؟ عن طريق ان انتوا عارفين عناصر الغير انتقاليه بتقع ايه، اقصى يمين السلسله، فاذا عندكم الاختيار الف والاختيار دال، وطبعا عن طريق الاستخدام قدرتوا تعرفوا اني فيهم اللي صح. طيب السؤال السابع: لتلوين السيراميك يستخدم اكسيد. طبعا في صبغه بتستخدم لتلوين السيراميك والزجاج اللي هي خامس اكسيد الفانديوم. خامس اكسيد الفانديوم تركيبه كده V2O5، تمام. طيب
فين هنا نفس التركيب كده طبعا بتعويض عن V اللي هو الفانديوم مثلا برمز اللي هو X، يبقى إذن اللي ينفع هو ج X2O5. طيب السؤال الثامن، تشترك العناصر القابلة للتمغنط في نفس المجموعة الرئيسية الرأسية أم نفس الدورة الأفقية أم جميعها في الذات أم جميع ما سبق. طيب أول حاجة كده، العناصر القابلة للتمغنط طبعا الحديد والكوبالت، قابلة للتمغنط يعني قابلة أن يتكون مجال مغناطيسي حواليها. الحديد والكوبالت بيقعوا في المجموعة الثامنة، تمام، يعني نفس المجموعة الرأسية. الحديد والكوبالت بيقعوا في نفس الدورة اللي هي الدورة الرابعة، يبقى نفس الدورة الأفقية. الحديد والكوبالت الاتنين فلزات انتقالية، يبقى جميعها فلزات، يبقى إذن الاختيار هو جميع ما سبق، ومحدش يتسرع ويختار دي قبل ما يشوف الاختيارات. والحديد والكوبالت هتلاقيهم اهو، حديد والكوبالت هتلاقيهم في نفس المجموعة اللي هي المجموعة الثامنة، اي لان دول تلات اعمدة رئيسية، دول مجموعة واحدة، وهتلاقيهم في نفس الدورة اللي هي الدورة الرابعة. السؤال بقى التاسع، عدد عناصر 3D اوربيتالاتها المجهولة تامت الامتلاء في الحالة الذرية عدا اوربيتال واحد. يعني لما يكون الاوربيتال بتاعتها يعني فيها الكترونات تبقى كلها مشغولة ما عدا اوربيتال واحد، هتلاقوا ان من عناصر 3D على المثال ده عنصرين، اللي هو عنصر الاسكانديوم والنحاس. هوريكم ازاي. هتلاقوا الاسكانديوم هنا اوربيتالات، عنده اتنين اوربيتال مشغولين، تمام، اوربيتال واحد منهم غير ممتلئ تماما. بعد كده هتلاقوا النحاس عنده ايه، عنده خمس اوربيتالات مشغولة ما عدا اوربيتال واحد مشغول ولكن مش ممتلئ. يبقى اذا هم عنصرين، عنصر 3D اللي هو النحاس والاسكانديوم، يبقى اذا عنصرين. عدد عناصر بقى السؤال العاشر، عدد عناصر 3D اوربيتالاتها المجهولة تمت الامتلاء، طبعا اللي هو عنصر واحد اصلا هو عنصر الخرسين. 11، تستطيع عناصر 3D فقد زوج الكترونات من نفس المستوى الفرعي. طيب يعني تفقد زوج الكترونات من نفس المستوى الفرعي مع بعض، الاسكانديوم يقدر يعمل كده والفانديوم والخرسين، ولكن الكروم لا. ليه؟ لان توزيع الالكتروني زي ما هوريكم كده اهو، الكروم هتلاقوا هنا في الاوربيتال ده الكترون واحد وهنا خمس اوربيتالات منفردة، فما عندوش الكترونات مزدوجة ان هي ايه يتم فقدهم مع بعض. طيب 12، ارتباط مجموعة الكبريتات بأي نقط الثنائي يعطي مركب لتنقية مياه الشرب. طيب المركب اللي بيقوم بتنقية مياه الشرب هو كبريتات النحاس، مركب كبريتات النحاس. يبقى إذن ارتباط مجموعة الكبريتات بأيون نقط الثنائي يعطي مركب لتنقية مياه الشرب بأيون طبعا النحاس. سؤال 13، ماذا تتوقع أن يحدث لهيكل خارجي لطائرة مصنوعة من مادة الألمونيوم فقط؟ أول حاجة كده، الألمونيوم أصلا بيفقد متانته في درجات الحرارة المرتفعة، وهو أصلا الطيارة لما بتيجي تمشي أو بتقلع المحرك بتاعها بينتج طاقة حرارية هائلة جدا، فالطاقة دي هتؤدي لانصهار الألمونيوم وبالتالي انصهار الهيكل الخارجي للطائرة دي. سؤال 14، تستخدم سبيكة نقط في صناعة الأجهزة الكهربية التي تحول الطاقة الكهربية طاقة حرارية، الكروم والنيكل أو سبيكة النيكل كروم. السبب لأن هي عبارة عن سبيكة مقاومة للتآكل حتى وهي مسخنة لدرجة الإحمار فتستحمل، وبتستخدم برضو مش بس في الأجهزة الكهربية، لا بتستخدم في الأفران، يعني الأفران الكهربية برضو بتحول طاقة كهربية لطاقة حرارية، فحتى لو وصل لنا الاحمرار متانتها هي ومش بتتآكل. سؤال 15، لحماية المعادن من الصدأ يتم تغطيتها بطبقة من الخرسين، صح، بس ما تستعجلوش وتختاروا الخرسين، لو كملتوا هتلاقوا الكروم ينفع والنيكل ينفع، يبقى اي عنصر، عنصر 3D لان عناصر انتقالية معظمها مقاومة للتآكل، ف معظمها بيتم تغطية المعادن بيه عشان يقاوم الصدأ. سؤال 16، لنقل تيار كهربي لمسافات بعيدة يفضل استخدام كابل مصنوع من، مش محتاجة حاجة طبعا حتى لو مش دارس المنهج معروف ان هو النحاس لان هو عنصر موصل جيد للكهرباء. بعد كده سؤال 17، اي من الاختيارات التالية
أو أي من اختيارات التالية متساوية العدد، يعني أعطيك اختيار يمين واختيار شمال، أنهي بقى منهم متساوية العدد؟ طيب أول حاجة كده عدد عناصر 3D الانتقالية في الدارة الأفقية الرابعة. طيب في الدارة الأفقية الرابعة عدد عناصر 3D الانتقالية تبقى 9، عدد إلكترونات 3D العنصر الخرصين هيبقى 10، يبقى هل هما كده متساويين؟ لا. عدد النظائر المشعة للكوبالت 12 نظير مشع. طيب عدد عناصر المجموعة الثامنة في الجدول الدوري الحديث، عدد عناصر المجموعة الثامنة بيبقى 12، ليه؟ لأنهم عبارة عن 3 أعمدة رئيسية وأربع دورات، يبقى الاختيار الصحيح هو اختيار ب. سؤال 18، يطلق على مجموعة العناصر ذات التركيب الإلكتروني N ناقص 1 دي 10، N S 1 دي طبعا على طول في لذات العملة زي النحاس والفضة والذهب، ودي طبعا بتبقى شاذة في التوزيع لأن بيتم ملء دي الأول وبتكون تام الامتلاء اللي هو الأوربيتال دي، إنما S ما بيبقاش تام الامتلاء، بيبقى فيه إلكترون واحد فقط. سؤال 19، أي من الاختيارات التالية تنطبق على العناصر الانتقالية الرئيسية؟ طيب تقع في وسط الجدول الدوري الحديث وتتكون من 4 سلاسل رأسية، هو لحد الكلمة دي كان صح لكن رأسية غلط، 4 سلاسل أفقية. عدد أعمدتها الرأسية يساوي عدد مجموعاتها الرأسية. بص عدد الأعمدة بيبقى 10 أعمدة ولكن عدد المجموعات بيبقى 8، هوريكم ازاي عن طريق الجدول. عدد الأعمدة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ادي 10 أعمدة رأسية، ولكن عدد المجموعات 1 2 3 4 5، ودي كده مجموعة واحدة يبقى 6، ودي 7، ودي 8، يبقى إذن 8 مجموعات و10 أعمدة. عدد الأعمدة يساوي عدد المجموعات غلط، عدد الأعمدة أقل غلط، عدد الأعمدة الرأسية أكبر من عدد المجموعات. سؤال 20، وهو آخر سؤال في النموذج ده، أعلى حالة تأكسد أكبر من رقم المجموعة الرئيسية العنصر، برضو العناصر العملة بيبقى مثلا عدد تأكسد موجب 2 وهي بتبقى في المجموعة 1B، بتبقى أعلى حالة تأكسد موجب 2، فأعلى أعلى حالة تأكسد بتبقى أكبر من رقم المجموعة اللي هو رقم 1، تمام؟ يبقى إذن تختاروا كده التركيب الإلكتروني أو أسف التوزيع الإلكتروني لعناصر المجموعة 1B، هل هي N ناقص 1 دي 5؟ لا، ده بيبقى عندها دي 10 والإس بيبقى فيه 1، يبقى أنا دي 10 أس 2 يبقى غلط، يبقى ألف وباء غلط. جيم دي هنا 10 والإس 2 ناقص 1 يبقى 1، يبقى جيم هي الإجابة الصحيحة أو هي التوزيع الإلكتروني الصحيح. بكده يكون البوكلت الرابع خلص. بإذن الله الحلقة الجاية تبقى عبارة عن حل البوكلت الخامس اللي هو آخر بوكلت بقى على الدرس الأول. أشوفكم بخير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.